يحدث في العراق أن يحرم الرياضيون العراقيون من الساحات التي أصبحت متنفساً لهم في أحيائهم لممارسة ألعابهم، ويحدث أن تداهمهم قوة أمنية مدفوعة من جهات متنفذة وتستولي على هذه الساحات بالقوة كما حدث هنا في محافظة النجف. اليوم الصبح جينا على ساحات نحن وخلينا مراقبة مشددة طبوة الشفلات والدوريات وما تعرف شنو، بس أنا أقول لك بشغلة، أحزاب هاي أحزاب مسلطة على رياضة النجف مخصصة. اللاعبون في الفرق الشعبية أكدوا أن المسؤولين من المحافظ إلى قائد الشرطة تنصلوا عن الأمر وأنكروا معرفتهم بالفرق التي داهمت الملاعب بهدف الاستيلاء عليها. تروح للمحافظ يقول أنا دولة ما تابعيني ولا أعرفهم، تروح لقائد الشرطة يقول مو يمك، زين قائد الشرطة شلون تطلع دورياتك إذا مو يمك؟ فأحزاب النجف مردتها الأحزاب، مردتها الاستثمار. استثمار يقول اللاعبون إنهم تعرضوا للتهديد المباشر بالسجن من قبل المستثمرين الذين سيحولون هذه الملاعب إلى مشاريع ومبان خاصة بهدف الربح. خذوا الشباب بالدوريات المركز الكرار، هناك مركز الكرار وتوقفنا 3 ساعات ولا 3 ساعات، اجوا من البلدية تفاوضوا ويانا قالوا سوون تعهدات وتطلعون، هاي هذا مال دولة واحنا مطين للمستثمر، والمستثمر جاي يريد يستثمر يسوي مدارس أهلية. مديرية بلدية النجف لم تنهي النزاع واكتفت بالقول إن الأرض مباعة للاستثمار. بلدية النجف للأشرف تعاقدت منذ أكثر من سنة على إيجار قطعة الأرض الواقعة في حي الحسين بالقرب من نادي نفط الوسط لإنشاء فعالية تعليمية، وحاليا مديرية البلدية ملزمة بتسليم الأرض إلى المساطح لإنشاء فعاليته وفق العقد. عقد يرى أبناء النجف من الرياضيين أنه مجحف بحقهم، مؤكدين أنه كان الأحرى بالبلدية أن تحافظ على هذه المساحات وتؤهلها لتصبح مراكز رياضية للسكان بدلاً من بيعها للمستثمرين.